من المسجد الحرام من أمام الكعبة المشرفة، من هذا المكان العظيم، من هذا المكان المقدس، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحم المجاهد الفريق أحمد قايد صالح، أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى. اللهم ارحمه يا رب، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم ثبته بالسؤال في قبر، اللهم يا رب اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم وسع، اللهم وسع له في قبره مد بصره، اللهم يا رب ارحمه، اللهم يا رب ارحمه، اللهم يا رب ارحمه، اللهم يا رب ارحمه رحمة واسعة. رحمك الله، بدأت حياتك مجاهدا وأنهيتها محافظا على دماء الجزائريين، وعدت فكنت عند وعدك، وعدتنا بأن لن تسيل قطرة دم واحدة فكان لك ذلك، وختم الله عز وجل حياتك بهذا. اللهم يا رب ارحمه، اللهم يا رب، ختم دعاءه، ختم حياته بأن وفى للجزائريين هذا العهد. اللهم اجعل هذا البلد الجزائر، جزائرنا الحبيبة، بلدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا، اللهم احفظ الجزائر وأهلها.